النبي صلى الله عليه وسلم توان كرامة إلهي كو أبال مريا وإلهي كو جزية صلاة الملك الغفار إلهي باكو صلى الله عليه شفاعة النبي المختار نبي محمد شفاعة دي سيبو هلية الاقتداء بالملائكة الأبرار ملائكة ونكسبو كدياني مخالفة المنافقين والكفار منافقين تأي قال هذا أي خلافية لأن النبي وكما صليان محو الخدايا والأوزار دم بيجي سبا إلهي دافيا تنوير الظواهر والأسرار ظاهر كيسية بعد كيسبا إلهي بانورنا قضاء الحوائج والأوضاع حاجة دي سي دنه سنة إلهي با أجدي النجاة من النار نارتنا إلهي با كبد بادني دخول دال القرار جندنا إلهي با جيني وجندا لغو بشارين يا سلام الملك الغفار مركو قلي جندنا إلهي سلامتي سايوكو قلي قف كستب صلي النبي كد دال أدهشيز كرامات كاس وإلهي سبحانه وتعالى يوكسين يا دتك النبي صلى الله عليه وسلم بدين أينا وقوة جعل النبي صلوات الله وسلامه عليه